مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من هنا. النهارده هيكون معانا موهبه من المواهب اللي موجوده في مصر. من ان لاخر البرنامج بيحاول ان هو يلقي الضوء على بعض هذه المواهب الشابه. ايمانا بدور البرنامج في انه ممكن يكون وسيله او اداه ان هذه المواهب ان كانت مواهب حقيقيه يعني على ارض الواقع ان يكون لها طريق بشكل او باخر. النهارده معانا موهبه في الطرب وتقليد الفنانين والانشاد الديني، ممكن يكون خريج ازهر ويعمل في فتره بفرقه الموسيقى العربيه، عنده كاريزما بشكل او باخر وعنده امكانيات في الصوت. احنا حابين ان احنا نستضيف هذه الموهبه ويعني نتمنى لها كل التوفيق. بعد الفاصل باذن الله هيكون معانا محمد يحيى، مطرب شاب ويعني عنده ملكة لتقليد الفنانين، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. قلبك قسي ولا نسي؟ اكيد عينيك فاكره. هبعد واسيبك للزمن والدنيا والبكره، ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقه وانت تلاقي الحقيقة. لو شريط حياتك قلب بذكرياتك رجعت، شريط حياتك قلب بذكرياتك، هتلاقي حبيب وفالك حققلك كل أمالك، يا ما شال البسمة من فوق شفايفه عشان يدهلك. كان هو الدفا والبرد، كان حضنه جناين ورد، كان حابب فرحك وقت جرحك، كان يبكي بدلك. ولو عايز تفتكرني غمض عينك دقيقة وانت تلاقي الحقيقة. لو شريط حياة. جميل جميل، عرفت تجيب منين البحة بتاعت محمد فؤاد او صوت محمد فؤاد؟ انا بحب محمد فؤاد جدا اول حاجة، وانا صغير كنت بحب اقلد الفنانين، ده غير الغنى. ايوه. فجي معايا محمد فؤاد اول حد، واكتر اغنية كنت احبها بتاعت حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. لما جربتها فلقيتها جت معايا قوي، حتى الناس استغربت وبدأ موضوع التقليد بقى يتدرج معايا على طول بقى. من امتى بقى وانت عارف ان انت ممكن تقلد الفنانين اصواتهم؟ هو انا مش عارف من امتى. بس اول كان في مسلسل زمان كده اسمه لدواعي امنيه. تمام. بتاع كمال الشناوي. بدأت اقلد كمال الشناوي برضو. طيب هنسمع ده كله، بس خلينا بس نقول الاول تحيه تقدير للفنان الكبير محمد فؤاد، ولو كان في رساله من الاغنيه اللي احنا قلناها دي فهي ان هي ان انت وحشتنا واحنا منتظرين اعمال جديده ليك. كل التحيه والتقدير للفنان الكبير محمد فؤاد. وخليني ارحب هنا بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد يحيى، المطرب وبيقلد الفنانين، مطربين وفنانين ومنشد ديني. صحيح يا استاذ محمد؟ صح. انت خريج جامعه الازهر. وكنت مطرب في فرقه الموسيقى العربيه واشتغلت موديل في بعض الاوقات، يعني قول لنا بسرعه كده يعني تاريخك ايه مع انك تتغير في السن، يعني سيرتك الذاتيه. من صغري انا بشتغل. اشتغلت في حاجات كتير جدا، بس كنت اشتغل واسيب الشغل، اشتغل شويه هنا واسيب الشغل، بحيث عشان عندي طموح لهدف معين. بدات اشتغلت في الموديل، نزلت في المسلسلات افلام كده، كنت بظهر بدور صامت، بس كنت بحب اتعلم قدام الكاميرا او وقفه الكاميرا، يعني حابب ان انا اشوف الجو ده. فبدات بقى طورت من نفسي مع الغنى وطلعت في كذا برنامج كده. خريج ازهر
وبتشتغل في مجال الطرب والموديل وكده يعني ما كنتش شايف في تناقض ما بين دراستك وما بين مجال عملك؟ لا انا خريج لغه عربيه. ايوه تمام. فانا حابب المجال يعني حابب المزيكا يعني. تمام. انت بتقلد كل اصوات الفنانين. دي اغنيه جميله جدا بصوت محرم فؤاد اللي هي الحلوه داير شباكها. ايوه. نسمعها بصوتك ولا بصوت الفنان محرم فؤاد؟ لا بصوت انا بصوتك انت. طيب نسمع الحلوه داير شباكها. يلا بينا. حلو جميلة. انت كمان بتقلد الفنانين اصوات الفنانين الممثلين كمال الشناوي ممكن محمود المليجي. طيب يعني ممكن ادخل معاك في دايلوج؟ طيب إيه تمام. انا بينا. قول. انا هقول لك حاجه وانت ترد عليا. هتقولي جمله واحده. ايه؟ خالد انا ليا ابن هو كل حياتي. خالد انا ليا ابن هو كل حياتي. تمام. اوكي. ده امتى؟ لما تخلص جملتك انا اقول الجمله دي. خالد انا ليا ابن هو كل حياتي. تمام. هنقلد محمود المليجي الاول. ما كنتش تقول يعني قول كده. متهيألي شغال المايك. نجرب كده. أمال القدر أقوى منه ومنك، هو اللي هيخلينا لبعض وهو اللي هيجمعنا سوا. خالد أنا ليا ابن هو كل حياتي. أنت ليكي ابن هو كل حياتك، لكن أنا ليا قلب أنت كل حياتي يا أمال. ممتاز. طيب نشوف حد تاني غير محمود مين. ما تقولش الاسم يعني. ابتدي كده ونشوف هنعرفه ولا لا. هبل كمال الشناوي. اه انت عرفتي لوحدك. هبل القدر اقوى مني ومنك، هو اللي هيخلينا لبعض وهو اللي هيجمعنا سوا. اقول نفس كده. خالد انا ليا ابن هو كل حياتي. انت ليكي ابن هو كل حياتك، لكن انا ليه يا قلب انت كل حياتي يا باب. واسمعي كلامي من غير مناقش، انا بقول لك اهو. تمام. في اصوات تانية غير كمال الشناوي؟ فنان كبير. في بقى طبعاً. ممكن نخش حاجه تانية يعني مثلا عمرو خالد. عمرو خالد هنتكلم عن برنامج هنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوانا، النهارده برنامجنا وبرنامجكم هنا مع الاعلاميه. ايه بقى؟ ما انتش فاكرني؟ ما خلصتش. شوشه. النهارده
كان معانا شاب طموح ومكافح اسمه مصطفى. مصطفى علا كان بيشرب مخدرات وكان قاعد جنب امه، وامه بتلف يعني المحشي الكومب وهو قاعد يلف المخدرات والحشيش، تقول له يا مصطفى تعالى لف معايا المحشي هتستفيد، بلاش تمشي في طريق الحرام، تعالى تمشي في طريق الحلال مش المحشي. خلاص مشي في طريق ايه بقى؟ اختار المحشي. المحشي بقى خلاص، اختار المحشي. تمام. ايه بقى تاني ممكن؟ انت قلت لي برضو انك انت الليمبي الى حد ما، انت بعرف طبعا الليمبي. طب وريني الليمبي كده. الليمبي ايه بقى؟ انا السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده جاي اقول لكم عصيده شعر كده في السريع، او ذلك بس خلي ودنك معايا. اسامحك لا، واخد بالك؟ اغفر لك لا، انا مش نبي ولا اله، كتير حذرتك كتير انذرتك، من حسن حظك شفتك معاه، بلاش الحاح ضميري ارتاح، دموعك دي دموع التمساح ملحوظه. لماذا دموع التمساح؟ لان التمساح لا يبكي. مع السلامه عليكم. طيب الشعر ده تاليفك ولا انت عارفه ولا لا؟ هو بتاع الليم. هو بتاع اللي هو قاله قبل كده لانه مميز الصراحه. طيب غير تقليد الفنانين، انت صوتك جميل، انت خامت صوتك حلوه وبتغني لكل المطربين القدامى والمطربين الجداد. الحمد لله. عايزه اسمع توبه لعبد الحليم حافظ. يلا بينا. لو ممكن نسمع. يا ريت. يلا. اسمع صوتك في الانشاد الديني بس خليها في الاخر. اسمع دلوقتي راغب علامه بقى وقلبي عشقها والعيون. انا ما مش صح لان انا مش بحفظ الاغاني كويس. نسمع قلبي عشقها والعيون. يلا بينا. يلا بينا. يلا
بعشقها والعيون قويتها واهلها ما يرضون. قلب عشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون. وكل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليه. كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليه. انا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليه. كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليه. تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها. ارحل يا حبيبي حبيبي اهل ما يرضون. اه تيرارا الإنشاد الديني بقالك فترة فيه ولا دي ممكن تكون حاجة قريبة؟ تجربة تجربة جديدة يعني ولا من فترة؟ لا هو أنا حابب برضو الإنشاد يعني الدين ليه علينا حق يعني. طيب آخر دقيقتين في الفقرة بقى نقول حاجة من الإنشاد الديني. ماشي نقول دلوقتي؟ آه اتفضل. صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. جميل أنا بتمنى لك التوفيق بإذن الله. وإنت يعني موهبة أعتقد في أكتر من حتة الطرب والتقليد والإنشاد أعتقد أن ممكن يكون لك مستقبل جميل بإذن الله. وإن شاء الله نشوفك في خطوات أكثر نجاحا وثباتا في الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد يحيى المطرب والمنشد الديني. أشكرك شكرا جزيلا. فاصل ونستكمل الحلقة. ابقوا معنا. النهاردة هنتكلم عن منطقة من أهم المناطق من حيث القيمة بعد العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة جبل الجلالة. هذه المنطقة غنية جدا بالاستثمارات وغنية جدا من الزاوية العقارية، ولكن حتى اللحظة الاهتمام الإعلامي بها غير كافي لما يوازي قيمتها وأهميتها. هنتكلم بالتفصيل عن أهم المشروعات في هذه المنطقة والعين السخنة، بس خلوني في البداية أرحب بضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة رانيا قبير رئيس مجلس إدارة شركة بروكر للتسويق العقاري. أهلا بحضرتك أستاذة رانيا. أهلا. منطقة جبل الجلالة من أكثر المناطق قيمة بعد العاصمة الإدارية الجديدة، ومع ذلك يعني كثير من المشاهدين والمواطنين ما عندهمش معلومات دقيقة ومفصلة حول هذه المنطقة. خلينا يعني نتفق على حاجة، إن إحنا عندنا 16 مجتمع عمراني جداد، كل واحد فيهم ليه ميزة. هو أنا إزاي أخلق مجتمع عمراني جديد؟ فكرة ان انا اخلق مجتمع عمراني جديد بيبقى قايم على استغلال الموارد اللي موجود في المكان ده. منطقه جبل الجلاله بتيجي في رقم 2 كاهميه بعد العاصمه الاداريه، لانها غنيه بموارد كويسه جدا، استيراد، صناعات، هتقوم عليها مجتمع عمراني متكامل. يعني ايه؟ يعني هقدر افتح فيه فرص عمل، يعني هقدر اسكن فيه ناس وعيشهم، لان وفرت لهم وسائل المعيشه كامله من جامعات ومدارس ومستشفيات وطرق، بلس كده انا وفرت لهم فرصه العمل المناسبه. محاوره الرئيسيه فين؟ واحنا طالعين على طريق العين السخنه، قبل ما نوصل بوابات العين السخنه بنلاقي الطريق بتاعنا بيبدا لجبل الجلاله لارتفاع 770 متر فوق مستوى سطح البحر. المكان فوق هو عبارة عن ايه؟ الناس اللي ما تعرفوش ان ده مجتمع عمراني جديد، مش بس اماكن سياحية. احنا يمكن يعني بحكم وظيفتي بشتغل في الاماكن اللي هي السكن المميز او السكن اللي فوق الاقتصادي، عشان كده ببيع منتجات سياحية. لكن فكرة المجتمع العمراني ده هي مش قايمة على فكرة
ان هو مجتمعات سياحيه، زي ما احنا كنا دايما بنشوف ان العين السخنه كلها منتجعات سياحيه تفتقر تماما لكل وسائل الرفاهيه، تفتقر تماما لكل وسائل المعيشه. يعني ما عندهمش مستشفى كويسه اللي في السويس، ما عندهمش سوبر ماركت، ما عندهمش سينمات، ما عندهمش مطاعم، ما عندهمش اي حاجه الا حاجات قليله جدا على الطريق. وده كلنا بنلمسه واحنا مسافرين العين السخنه، ما بتقدريش تقعدي هناك اكتر من يومين ثلاثه، وبترجعي واخده حاجتك كلها معاكي وانت مسافره وراجعه، خلصتي اجازتي في يومين، ده از ماكسيمم. ايه اللي يخليني اروح اعيش في مجتمع عمراني زي منطقه الجلاله؟ منطقه الجلاله اولا هي قايمه على استغلال موارد هناك الفوسفات والرخام، ودول يمكن عندنا هيبقوا لو احنا لما نطلع بقى فوق جبل الجلاله فوق ال 770 متر، هنلاقي المنتجع نفسه او مدينه الجلاله متقسمه لجزء على الشمال وجزء على اليمين. الجزء اللي على اليمين هو اللي فيه المصانع، الجزء اللي على الشمال هو المنطقه السكنيه اللي هي مطله كلها على البحر، ويمكن دي احلى حاجه طبعا. صحيح. ويمكن اميز حاجه فيها. يعني خلينا نقول الارتفاع ده هيدينا تميز على مستوى المناخ، درجات الحراره، درجات حراره، فيو، وطبعا الناحيه الجماليه طبعا كل حاجه طبعا، بخلاف ان احنا عندنا جامعتين جوه جامعه جبل الجلاله او جامعه الجلاله، ودي هتبقى جامعه حكوميه، وعندنا جامعه الملك ال سعود، ودول كلهم يعني في خلال سنتين ثلاثه هيبقوا الجامعتين موجودين. طبعا هيميز التخصصات معينه، طبعا التعدين واكيد البترول هيبقوا رقم واحد، لان طبعا هيخدم المنطقه ديت. صحيح. من مميزات جبل الجلاله ان احنا عندنا ميناء، دي من الحاجات اللي هناك بتوفر فرص عمل كتير، عندنا شركات بترول كتير، عندنا شركات تعدين كتير، دي هتوفر فرص كتيره جدا لعمل. عشان كده احنا من 2015 من المؤتمر الاقتصادي واحنا بنسوق جبل الجلاله على انه فيرست هوم، مش منتجع سياحي بس. يعني ايه؟ يعني تقدر تعيش فيه بعد كمان 3 4 سنين، انت هتقدر تعيش فيه وهو شغال بكل طاقته، جامعات ومدارس وشغل وكمان وسائل رفاهيه تقدر تكمل بيها حياتك. خلينا نتكلم على يعني اجدد المشروعات في هذه المنطقه. اجدد المشروعات هو ديفلوبر جديد ليه سابقه اعمال في الولايات المتحده الامريكيه في ولايه فيلادلفيا، وعندهم اكتر من 10 مشاريع هناك، واخدين سنه 2018 جايزه كاحسن ديفلوبر. ويمكن اللي مشجعنا على ان احنا نسوق لهم طبعا سابقه اعمالهم، غير انهم مصريين امريكان، فجايين بفيجنز مختلفه، عاملين فعلا كومباوند لطيف وبصراحه مميز جدا في كل الخدمات اللي مقدمها. كونسبت ان انت تشتري بيت صغير او كبير هو شايف البحر، دي مش موجوده في العين السخنه، ومش موجوده في اي منتجع سياحي حتى في الساحل او في الجونه او في البحر الاحمر. صحيح. ممكن يكون موجود في العالمين. موجود السي فيو، بس دايما السي فيو ده بيكلفنا فلوس كتير. يعني هشتري وحده سي فيو يبقى لازم اكون مشتري ستاند الون، لازم اكون مشتري فيلا، لازم اكون مشتري بيت كبير عشان اكون شايف الفيو ده. صحيح. المفهوم السياحي السكني ممكن بدأناه في العالمين. بالظبط. احنا كمان بقى هنفاجئ الناس بعد كده ان احنا لما هنيجي نحسبها بقى نسبه وتناسب. أيوه. كعدد فلوس. دقائق ما بينها وما بين العاصمه الاداريه. تبينك وبين العاصمه الاداريه فعليا 22 دقيقه. 22 دقيقه؟ 22 دقيقه. من مكان البروجكت ده للعاصمه الاداريه. تلت ساعه. فانت بتتكلمي طبعا في هاي ويز وطرق مفتوحه، واحنا كلنا لمسنا الفتره اللي فاتت الطرق كان شكلها عامل ازاي بتاعت العين السخنه. وحتى السرعه بقت عليها بقت اعلى من المعدلات العاديه اللي احنا كنا بنشوفها. فده خلاه بمنتهى البساطه الفيجن اللي احنا كنا بنطرحها على الناس من 2015 على انه يبقى فيرست هوم بقت ملموسه. اي حد شغله هيبقى في العاصمه الاداريه، اي حد شغله هيبقى في التجمع الخامس، التجمع الخامس ما بيننا وما بين الجبل الجلاله ساعه الا ربع. ما بينه وما بين العاصمه الاداريه، لان اخر حدود العاصمه الاداريه في محور معين
هو طريق العين السخنه، فعشان كده احنا بنقول ان هو بينه وبين جبل الجلال راوند 22 دقيقه. يعني انا ممكن اسكن في هذا المنتجة. المناخ والمكان الخلاب واشتغل في العاصمه الاداريه الجديده ويبقى بيني وبين السكن والشغل تلت ساعه. طبعا احنا عندنا طبعا يعني احنا كلنا عارفين يعني ايه نروح شغلنا بسرعه، وكلنا يمكن بقى عندنا ثقافه ان احنا بنخلي الشغل جنب البيت او بنقرب المسافات شويه عشان تستغلي وقتك ده في حاجات تانية كتير. لان مثلا بقى لو بيتي على البحر وفوق الجبل بالظبط وعندك كل الخدمات، مش مفتقره لاي خدمه ممكن تتقدم لك في اي مدينه. بس خليني بقى معلش يعني اسال على الفلوس، يعني طبعا دي صوره رائعه يمكن بس عشان البروجكت ده لسه بادئ، فاحنا هنقول انه سعره مش منافس، اقل بكتير 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 من الحاجات اللي موجوده في العين السخنه. ويمكن ده بقى ان شاء الله لما الناس يعني العملاء بتوعنا يكلمونا هنبدا نقول لهم ايه الاسعار بايه اللي متاح دلوقتي، لان مش كل المساحات طبعا اللي مش قضى على مساحات كتير. طيب المرحله الاولى للتسليم في هذا المشروع المفروض هي امتى؟ اربع سنين وتسليم على وتقسيط على 8، فده هيخلينا بنقسط براحتنا جدا. الوحدات بتتسلم فولي فينيشد للتكييفات والكيتشن كابنز المطابخ، فده برضو حاجة مميزة. عندك لا معلش أكرر المعلومة، بتتسلم بالمطابخ الوحدات؟ بالمطابخ والتكييفات ومتشطبة بالكامل. طب لو العميل مش عايز ده ممكن برضو؟ لا هو ده السعر ده انكلودنج. وبالعكس ده أنا عايز أقول لك أنت السعر منافس جدا، يعني هيكون اوفر له لو هو حابب ان هو يعمله لوحده. بكتير. يعني الناس يمكن اللي جسفت في الفتره اللي فاتت مع شركه تطوير مصر لمست ده وعارفه يعني ايه ان انا اشتري استوديو او مساحه صغيره في شاليه والاقي نفسي بعد سنتين ثلاثه. يعني الناس اللي اشترت معانا الاستوديو ب 350 الف جنيه، الاستوديو بتاعهم دلوقتي بيتباع بمليون 800 ل 2 مليون 100. اوكي يمكن الناس اللي هتعمل معانا انفستمنت في البروجكت ده هينالوا رضا قوي جدا الفتره اللي جايه، خصوصا ان الديفلوبر ده نازل ب كومباوندز ثانيه في اماكن ثانيه ليها فاليو. فده هيخليه يعلى بسرعه كديفلوبر، وده معناه اللي انا بشتري بيه دلوقتي قليل كمان سنه هيبقى له فاليو كبير، بينافس نفسه في اكتر من مكان. بالظبط، فده بيدي امان للعميل اللي هو هيشتري منه. طبعا اعتبريني انا واحده من الناس اللي هتشتري. انا صراحه الفكره عجباني ان انا اكون قاعده في مكان زي ده. انا اسكن في مكان زي ده وبيني وبين اي حته ساعه صحيح. بالعربيه مفتوح في طريق مفتوح، دي راحه نفسيه على فكره، ده علاج نفسي. يا رب يكون عندي المقدره ان انا ممكن اخد في مكان زي ده. اشكرك شكرا جزيلا على الفقره باذن الله. يتكرر اللقاء معاكي باذن الله غدا ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذه رانيا قبيل، رئيس مجلس اداره شركه بروكر للتسويق العقاري. اشكرك شكرا جزيلا. العفو عليك. فاصل ونستكمل الحلقه، ابقوا معنا. اهلا بكم في الفقره الاخيره من حلقه النهارده وهي الفقره الطبيه. بس اسمحوا لي قبل ما ابدا في تقديم هذه الفقره، وهي صراحه فقره مميزه ومختلفه، يعني اعرض عليكم بعض الصور لتكريم الدكتور وليد علي عبد الفتاح كافضل طبيب سمنة ونحافة في عام 2020، دكتور وليد علي عبد الفتاح، وده كان في مهرجان آخر موضة وسط كوكبة من نجوم الفن والإعلام زي ما احنا شايفين، كأفضل دكتور سمنة ونحافة على مستوى مصر في عام 2020. يعني ألف مبروك للدكتور وليد، وهو بالطبع يستحق يعني لقب صاحب السعادة أعتقد وصانع الابتسامة، يعني هو يستحقه بكل قدر. الفقرة اللي احنا هنشوفها دلوقتي مع دكتور وليد هنتوقف فيها عند بعض الأخطاء الشائعة فيما يخص موضوع السمنة والنحافة. في كثير من الشائعات فيما يخص هذا الموضوع منتشرة على الإنترنت ومنتشرة إحنا بيننا وبين بعضنا. النهاردة هنتوقف عند بعض هذه الأخطاء وبعض هذه الشائعات ونشوف إيه صحيح فيها مع الدكتور وليد علي عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام والعلاج الطبيعي وصانع البسمة، حاصل على الماجستير الدولي في التغذية العلاجية وإذابة الدهون بالليزر وبدون جراحة من جامعة كولومبيا، ورئيس مجلس إدارة مراكز الوليد. نشوف مع بعض.
مدام نهاد ابو طالب، كان وزني 148 والحمد لله دلوقتي بقت 79 بفضل ربنا والدكتور وليد، والحمد لله يعني ماشيه بالاجهزه وبالدايت والادويه، والحمد لله الحاله الصحيه كويسه، وزي ما انتم شايفيني بقى اهو الحمد لله يعني زي القمر اهو، يعني محدش يقول لك الادويه لا ده بتجيب حاجات وحشه بتاع، لا الحمد لله احنا كويسين يعني الحمد لله. وفي 8 شهور يعني كان في ناس كتير بيقولوا اعملي تكميم ومش عارفه ليه، كان وزني كتير، فالحمد لله انا يعني معدتي دلوقتي ما عدتش يعني الحمد لله يعني ايه اتكممت من غير عمليه ومن غير اي حاجه، بقيت كويسه الحمد لله، والحمد لله باكل كل حاجه دلوقتي ومفيش حرمان ولا اي حاجه، والله باكل كل حاجه، والله باكل كل حاجه باكلها. اما رحت الدكتور وليد من اول اسبوع بقيت انزل 5 كيلو، يعني بالاسبوع كده كنت بنزل 5 كيلو، فما كانش حد بيصدق يعني لما بيشوفوني والله العظيم ما حدش بيصدق ان انا خسيت الكم ده كله يعني، ويقولوا لي ازاي انت يعني، لدرجه ان بعتوا لي على الخاص عندي يقولوا لي انت ازاي خسيتي كده، انت معقوله مش عامله تكميم؟ اقول لهم والله يا جماعه مش عامله تكميم، انا عامله نظام غذائي ونظام الاجهزه. كانت حلوه قوي بالنسبه انها نحتت جسمي، ما خلتليش بطن يعني بس انا مخلفه 4 اولاد الحمد لله، ما فيش ولا عندي بطن ولا عندي ارداف ولا عندي اي حاجه بسبب الاجهزه اللي انا عملتها من عند دكتور وليد. بشكر دكتور وليد وبشكر المركز بصراحه، كلهم هنا اخلاقهم عاليه جدا، ودكتور وليد بصراحه بيشجع جامد على التخسيس، يعني حتى لو انا رايحه له المركز ببقى متنشطه كده وانا رايحه له ان انا رايحه له المركز، يعني حتى لو في ميعاد من غير الميعاد بتاعي اروح له يقول لي انت جايه النهارده مش ميعادك يا مدام نهدى، اقول له اصل انا جاي عشان انا خسيت 5 كيلو في الاسبوع عشان بيديني هديه. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تقنيه مهمه جدا، هي تقنيه الجهاز النانو تكنولوجي اللي هو جهاز عامل طفره كبيره جدا في الشرق الاوسط، اللي هو جهاز النحت تساعي الابعاد. طبعا ناس كتير جدا بتسالني يعني ايه نحت تساعي الابعاد اللي احنا عندنا في كل الفروع عندنا اللي هو جلسات مستوى 16. طيب احنا النهارده معانا حاله المفترض ان هي ان شاء الله عندها جلسه مستوى 36 اللي هو النانو تكنولوجي، فاحنا ان شاء الله عايزين بس نطبق الحاله، نطبق عليها الجهاز ونشوف احنا بنشتغل ازاي، وهنشرح لحضراتكم ان شاء الله التقنيه دي بتشتغل ازاي وبتعمل ايه. فان شاء الله دلوقتي هنبدا الاول نشوف الاول احنا بنجهز الحاله ازاي. طبعا يا جماعه احنا عندنا اهم حاجه الانفكشن كنترول، ان احنا مش هنعالج سمنه على حساب حاجه، عشان كده دايما في كل الفروع عندنا حته الامان مهم جدا، فقبل نعمل الجلسه لازم يبقى فيه تعقيم كويس جدا للاجهزه، موضوع الجرافز ده مهم جدا، تجهيز الحاله عندنا بيبقى طبعا قبل الشغل لازم يبقى فيه انفكشن كنترول. فهنبدا بقى دلوقتي، بس قبل ما اشتغل الاول مع الحاله بتاعتي طبعا الحمد لله ما فيش وجع هيحصل خالص، ما فيش اي مشاكل. مصطفى لما جه كشف معانا كان مشكلته ان هو عنده وزن زياده، وبدانا الحمد لله بقالنا شهرين فقدنا حوالي اكتر من 22 كيلو، كان طمع بدايت امن بكورسات ادويه امنه جدا وناجحه جدا لتصغير حجم المعده بدون جراحه ولزياده معدلات الحرق، وكمان اشتغلنا على ان احنا دايما نشرب 3 لتر ميه كل يوم. لكن عنده مشكله ثانيه ان احنا كمان عايزين نتخلص من السمنه الموضعيه. السمنه الموضعيه منطقه البطن عند مصطفى كانت نسبه الدهون الثلاثيه اللي هي الدهون الصلبه العنيده اللي هي ما تقدرش تنزل بالدايت كانت حوالي نسبتها 33%، مع ان الطبيعي بتاع مصطفى هو المفروض يبقى 11%. فطبعا احنا اجهزه النحت بتاعتنا نبدا نشتغل بيها للتخلص من السمنه الموضعيه. اول حاجه بنعملها طبعا اللي هو الجهاز ده بتاعنا اللي هو جهاز النانو تكنولوجي اللي هو جهاز نحت تساعي الابعاد بدون جراحات، مسؤول عن شد الترهلات بدون جراحه مع نحت الدهون الموضعيه والتخلص منها نهائيا وخروجها بره الجسم عن طريق النفس او العرق او البول او البروس. طبعا اول احنا في شيت بيتحط اللي هو الكرايو عشان خاطر ما يبقاش فيه اي التهابات تحصل اثناء الجلسه، وفي نفس الوقت كمان مفيش اي الام بتتم خالص. طبعا يا جماعه الفرق بيننا الحمد لله وبيننا وبين اي عمليات جراحيه تانية ان احنا نقعد بقى في المستشفى او ان احنا ما نمارسش حياتنا بعد الجلسه، لا خالص انت بتمارس حياتك عادي جدا مفيش اي مشاكل، لان الحمد لله مفيش اي فتحات في الجسم ومفيش اي مشاكل صحيه بتحصل اثناء الجلسه. طبعا جهاز النانو تكنولوجي نبدا نوجهه الاول ان احنا هنشتغل تحت درجه سالب 5 تحت الصفر. الفكرة كلها بتتعمل الجهاز اللي هو النحت زي ما اتفقنا تساعي الأبعاد،
ان احنا بنجمد الخلايا الدهنيه تحت درجه سالب 5 وسالب 10 تحت الصفر. اللي بيتم يا جماعه ان احنا نبدا نعمل فوكس للخلايا الدهنيه ويتم توجيه درجه حراره ماينس 5 وساعات كمان بنوصلها لماينس 10 تحت الصفر، ده حسب الحاله اللي قدامي. بيتم طبعا تجميد الخلايا الدهنيه. درجه الحراره المنخفضه قوي دي، درجه الحراره دي ما بتقدرش الخلايا الدهنيه تستحملها، فبيحصل نوع من الدمج او تدمير للخلايا الدهنيه كلها. وده الفرق بين الجهاز ده اللي هو النانو تكنولوجي وبين اي جهاز تاني. كمان احنا معانا كمان حاجه اسمها النانو ليزر في نفس الجهاز، وده طبعا مسؤول عن شد الترهلات. احنا ما بنشتغلش جهاز كرايو عادي، لا ده احنا بنشتغل حاجه اسمها نانو كرايو اللي هو فوكس كرايو وليس كرايو عادي. فالحمد لله نتائجه فعلا بتبان من اول جلسه. ودلوقتي الحمد لله ال 20 دقيقه خلصوا بتاع جهاز النانو كرايو، ونبدا بقى نخش على المرحله اللي وراها. طبعا الشيت بنبدا طبعا بنخليه برده مع الحاله بتاعتنا، بحيث ان هو كل جلسه بيجي بنفس الشيت. طبعا هو معقم بدرجه عاليه جدا من الامان، مفيش اي مشاكل خالص. نبدا بقى نخش المرحله الثانيه اللي هي مرحله الفوكس الترا ساوند. طبعا فوكس الترا ساوند يا جماعه من الحاجات المحترمه قوي في الشرق الاوسط، ان احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نقتنيها في المراكز بتاعتنا. وطبعا احنا الفكره كلها ان احنا ما بنشتغلش كافيتيشن عادي، لا ده الفرق بينه بقى بين الناين دي، ان احنا بنشتغل حاجه اسمها فوكس الترا ساوند. طبعا بيبقى لازم ليه جل مخصوص، عشان ده عباره عن موجات عاليه التحديد اتش دي بتبدا تخترق الخلايا الدهنيه وتبدا تكسرها وتحولها من دهون ثلاثيه الى دهون احاديه. طبعا احنا بنشتغل اللي هو الفوكس الترا ساوند لتكسير الخلايا الدهنيه. طبعا مده الجلسه بتبقى برده 20 دقيقه، 20 دقيقه بالظبط زي جهاز الكرايو. بنخلي درجه الانتنستي عاليه قوي لدرجه 10. 10 دي معناها ان كل الخلايا الدهنيه بيتم تكسيرها بدرجه 100%. نبدا بقى المرحله الثالثه، مش شرط الترتيب زي ما اتفقنا، اللي هي مرحله الفوكس ار اف. طبعا ناس كتير بتسالني هو في فرق بين الار اف العادي والفوكس ار اف؟ طبعا في فرق كبير، لان الفوكس ار اف اللي هو الجهاز اللي احنا شغالين بيه هو جهاز اتش دي 9 دي تساع الابعاد بخاصيه النانو تكنولوجي، مش ار اف عادي، لا ده فوكس ار اف. الانتنستي عشان الجهاز ده فوكس جدا، فاحنا بنخلي الانتنستي حوالي 5. طبعا الحاله بتاعتنا بتحس بشويه سخونيه عاديه جدا، لان احنا بنعمل حاجه اسمها تحفيز لماده الكولاجين اللي تحت الجلد، عشان نبدا من خلالها نعمل شد للترهلات. لان احنا عارفين ان مشكله اي حد بيعاني من مرض السمنه لما بيخس بيبقى فيه ترهلات في الجلد. احنا الحمد لله عندنا في كل الفروع بتاعتنا بنراعي جدا حته التخسيس الجمالي، ان انا اخس من غير اي مشاكل تظهر لي زي شد، زي الترهلات، زي السلوليت، زي الاستريتش ماركرز. الكلام ده الحمد لله احنا عندنا الاجهزه بتقدر تقضي عليه.
بعد ما خلصنا المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الفوكس RF نبدأ بقى نخش على مرحلة جديدة جدا اللي هي مرحلة اسمها ريدو ستيم. خلي بالكم ان ده كل المراحل دي تبع مستوى 36 اللي هو نانو تكنولوجي. الجهاز طبعا من الاجهزة المحترمة جدا من الجهاز الايطالي اللي احنا الحمد لله بننفرد بيها في الشرق الاوسط، مش هقول في مصر بس، لا في الشرق الاوسط الحمد لله في كل الفروع بتاعتنا، اللي هو الجهاز الايطالي ريدو ستيم. وده من الحاجات المفيدة جدا ليه انه معلش تاني ان شاء الله. الفكره بتاعت الجهاز يا جماعه ان احنا بندي زي صدمات للخلايا الدهنيه في منطقه البطن، لان منطقه البطن من المناطق العنيده جدا ان تبدا، هي اقرب مكان للكبد. فطبعا زياده الكالوري او السعر الحراري داخل جسمي وعدم حرقه بيبدا يتحول لكلايكوجين، ويبدا كمان يتحول لدهون احاديه، ويبدا يتحول لسكريات ثلاثيه، فيبدا يتخزن في منطقه البطن. فاحنا دلوقتي الحمد لله الجهاز ده يبدا يخلصني من الموضوع ده كله، عشان كده فعلا بيعالج مريض السكر من النوع الثاني. والساليك اسيد والكافيين والبي بي سي ومالتي فيتامين. احنا خلصنا خالص، مفيش مشاكل خالص. طبعا هي بتحرق شويه لان طبعا الماده الفعاله بتاعتها تركيزها 300%. بعد ما خلصنا الجلسه بتاعتنا اللي هي النانو تكنولوجي اللي هو جهاز المستوى 36، طبعا احنا كل اللي انا عملناه هنقوله باختصار. احنا الفكره كلها احنا عملنا حاجه اسمها تجميد للخلايا الدهنيه عن طريق حاجه اسمها جهاز النانو فوكس كرايو مع جهاز نانو فوكس الترا سود لتكسير الخلايا الدهنيه وليس كافيتيشن، مع جهاز الفوكس نانو RF وليس RF عادي، ده مسؤول عن شد الترهلات، مع جهاز الريدو ستيم جهاز الايطالي للتخلص نهائيا من الدهون بلا رجعه مع حدوث شد للترهلات ما بعد نحت القوام. وعملنا كمان حقن النانو ثيرابي عشان نبدا كمان نحول الدهون زي ما اتفقنا لطاقه داخليه، فالدهون دي خلاص ما عادش ليها وجود عندنا، وعملنا بلوك للخلايا الدهنيه. وخلي بالك ان احنا كمان بنبدا نجمع ميه وبنزود الميه في الجسم عن طريق ان احنا بنعوض خروج الدهون من الخلايا الدهنيه، ان احنا نبدا نملى الخلايا ميه. عشان كده دايما احنا بنحافظ على البشره والشعر، مفيش اي مشاكل صحيه بتحصل، احنا الحمد لله بنبدا نثبت الوزن بلا رجعه. عشان كده اللي بيعمل معانا ريشيبنج عن طريق الاجهزه بتاعتنا بنضمن له نحت قوام سريع بدون اي مضاعفات بدون اي رجوع. عشان كده الحمد لله جلسات المستوى 36 عندنا احنا بننفرد بيها بكل الفروع بتاعتنا الحمد لله. كان معاكم الدكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي سمنه النحافه والتغذيه العلاجيه والعلاج الطبيعي بدون جراحه.
هذا البرنامج برعايه